يعني بسكر موضوع العربي والجهره، لكن ابي اسالك عندك رساله حق اخوانك اللاعبين، حق ابناء القصر الاحمر، حق جماهيركم، عشان يعني ازرونكم في المرحله القادمه؟ والله اول شيء احب اشكر اللاعبين، واحب اشكر الجمهور الجهراوي، خصوصا الجمهور الجهراوي صراحه قاعد يوقف مع الفريق، معطينهم ماي وهذا لا 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 مو بس تواجدهم بالملعب ودعمهم وتواصلهم معانا، وحتى والله في بعض الناس والله والله ما اعرفه جاني الديوانيه وقال لي انا طلبتك، تعرف هذه قطع قاله طلبت، قلت له تم، قال لي نبي المباراه الجايه، يعني الروح الموجوده الجهراويه فيهم هذه اقسم لا سبب نجاحنا، وان شاء الله ان شاء الله نوعدهم بوجودهم ما راح نخذلهم، وان شاء الله راح نرد الجهر السابق وراح ونبي حتى جمهور الجهر نبي يرد نفس موسم اللي فات واللي قبله، كان عدد ان شاء الله راح تشوفون عدد ان شاء الله. اسمع وذا هذا عشا الديربي عليكم، ها مو بس توزعون عصير، احنا لا بعد راسي.